السلام عليكم سيدي، انا عماد خليفه المدير العام لشركه كيون ماروك اللي هي كيونات، ممثل كيونات في المغرب، الممثل القانوني للشركه هذه. في نفس الوقت نحتفل اليوم بالتظاهره اللي هي الكوب نتاع البريمير ليج نتاع مانشستر سيتي، هذايا بخصوص السبونسرشيب اللي موجود ما بين شركتنا وشركه ومانشستر سيتي من 2014، وكانت الفرصة سنحتنا اليوم باش يكونوا نحتفلوا به في المغرب لأول مرة في التاريخ. وفي نفس الوقت نحب نعلمكم كونوا المكتب نتاعنا باش يفتح عن قريب جدا، إن شاء الله تكونوا معنا باش في الافتتاح الجاي باش يكون المكتب موجود يعني بالفعل عنا في هنا في كازابلانكا في الدار البيضاء، وإن شاء الله فما كان الخير. مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله في الافتتاح تكونوا معنا موجودين، اللي هو إن شاء الله بعد ممكن بعد شهر من الآن، آخر شهر خمسة، آخر شهر مايو، وبالتوفيق للناس الكل إن شاء الله. مرحبا. إحنا لهنا كان إحنا التواجد متاعنا بدأ من 2019 عن طريق تواجد يعني أجون كوميرسيال، ريبريزونتاسيون كوميرسيال، ولكن البوتنسيال متاع المرشي لهنا هو بوتنسيال كبير ياسر، ولهذا الشركة والمؤسسين للشركة ما لقاو كان انه يتواجدوا يكونوا موجودين فيزيكمون اترافير اون فيليال باش يدعموا يعني البزنس هنا في المغرب. الحق نتاع ربي عندنا كل التشجيع، لقينا كل التشجيع من لي زوتوريتي، من عند المسؤولين، من عند المغرب بصفه عامه، وان شاء الله بقدره ربي فما كان الخير. ناملوا على طموحات كبيره ياسر بالنسبه للسوق المغربي، وان شاء الله فما كان الخير بقدره الاله ان شاء الله. كاين علاقه ما بين كيونيت اسد ومانشستر سيتي؟ هناك محبين مغاربه يعشقوا مانشستر سيتي؟ العلاقة بدأت من 2014، وهي على أساس كونه كيونات هي السبونسور أوفيسيال دو مانشستر سيتي، اللي هو معناها فريق عريق جدا يعني في أوروبا، والسبونسورشيب هذايا يعني مشى وقاعد يمشي ويقدم أكثر في دي زاكسيون هيومانيتير، دي زاكسيون في دي كلوب دو فوتبول، في كل مرة نختاره، وإن شاء الله باش يكون دراسة المشروع بالنسبة للمغرب في القريب العاجل إن شاء الله.